نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى لكم يوما سعيدا للجميع، ونتمنى التوفيق للجميع أيضا، ودائما نرفع شارة النصر عالية 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 للأحرار والحرائر، الشرفاء والشريفات في هذا البلد الآمن الأمين، من طنجة إلى الويرة، للرجال الأحرار، النساء الحرائر فقط لا غير. أما الآخرون فليذهبوا إلى المكان المخصص لهم ولا يهمنا أمرهم. لي بروفيتور لا يهمنا أمرهم. الاتكاليون لا يهمنا أمرهم. الوصوليون لا يهمنا أمرهم. الانبطاحيون لا يهمنا أمرهم. فقط الرجال أحرار، الشرفاء الشريفات، النساء الحرائر الشريفات العفيفات، فقط لا غير. ودائما لا بد أن أطل عليكم ولو بفيديو واحد من أجل يعني مواكبة جميع المستجدات التي تطرأ في الساحة خصوصا التعليمية، ودائما دون لو كونتكست ديال سوكي بوليتيك ضروري باش تفهم الأوضاع كيفاش تتمشي. إذن دائما عندنا استمرارية، كونتينيوتي سان كونتينيوتي، كما توعدنا ذلك منذ سنين، منذ سنتين تقريبا أخذنا على عاتقنا أن نناضل حتى نسترجع الحق ديالنا الكاملا مكتملا غير منقوص. لأن من جينا شفنا كيف تم التلاعب في هذا الملف اللي سموه ضحايا النظامين، كيفاش قاموا بترقية يعني مخيبة لكل الأمال، خصوصا ديال الفئة اللي كانت مستهدفة في الأصل، اللي تم سحب الملف ديالها في 2011، والمتقاعدون إلى غاية 2011 على رأسهم دائما لوائح ديال ضحايا الزنزانة التاسعة، ضحايا المادة 112 اللي كان من المفروض أنهم يترقاو ابتداء من 2003 بالمادة 112 لأنها كانت ترقية استثنائية. كانت اللوائح صدرت بالترقي ديالهم، فهاد اللوائح هم الأوائل كانت خصهم يعني تتم ترقيتهم. هذو هما اللوائح، لأن من يعني بكل بساطة عندما تم اعتماد الترقية بالأطار الرجعي اللي توقفت في 2011 على يد بن كيران، من جا بن كيران وقف الترقية بالأطار الرجعي، إذا من فتحت باب الترقية بالأطار الرجعي كان المفروض أن قبل ما يرقوا المتقاعدين اللي من يعني تحذفوا من الاسلاك ديال الوظيفه العموميه ما كانوش متوفين الشروط، ما كانش خاصهم هادو يسبقوهم ابدا، خاص يسبقوا المتقاعدين اللي كانوا ضحايا ديال السيوله الماليه كما جاء على لسانهم، ضحايا ديال الاعتمادات الماليه التي على اساسها راه ماسوا، داروا المأسسة ديال الكوطه يعني الحصيل السنوي في 2003 باش يتحكموا في الاعتماد المالي، إذا كانوا ضحية ديال هذه الكوطة، لأن المتقاعدين بصفة عامة كانوا تيدوزوا بدون كوطة، دائما تيدوزوا متقاعدين بدون كوطة. فكان من فتحوا باب الترقي بأطر رجعي كان من المفروض الفئة اللي كانت ضحية ديال الكوطة ديال السيولة المالية اللي أصلا باقين في الزنزانة التاسعة، قاعدوهم عنوة، سرقوا لهم الحق ديالهم في الترقي والاعتماد المالي والمناصب المالية ديالهم آنذاك، ومنحت إلى بين قوسين
إلى هذه الفئة اللي هما ردوها ضحية يعني غصبا عن الجميع. كانت من المفروض كما قلت المتقاعدين اللي قبل ما يتحدفوا من الأسلاك كانوا مستوفين الشروط النظامية، مقيدين في جداول الترقي، اللوائح ديال الترقي ديالهم صدرت من أجل ترقيتهم من السلم التاسع إلى السلم العاشر بترقية استثنائية. هادو هما الأوائل كخصهم يعني تتم ترقيتهم. لقيناهم يعني هاد الفئة قسوها وقسوا جميع اللوائح ديال المتقاعدين إلى غاية 2011 اللي كانت هي مضمنة في الحوار ديال 26 أبريل 2011 الجبان الجائر، لأنهم كانوا خصهم يدوزوا مع 3000 واحد ديال المتقاعدين سديدة الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين من 2007 من 97 حتى 12 جوج 2003. كان خصهم يدوزوا مع هادو لأنهم هذيك الوقت اعتمدوا الترقية بالمادة 112، عطاوهم المادة 112 عطاوهم سنوات جزافية تمكنهم من الترقي وعفوهم من الكوطة، عطاوهم ترقية استثنائية. إذا كانت لأن القاسم المشترك بيناتهم هو الترقية بالأطار الرجعي أولا، ثانيا بالمادة 112، ثالثا بالسنوات الاعتبارية، يعني هما داروا المجزفية باش تمكنهم من الترقي، يعني واخا يكون عندها سنة خصو يدوز، وكانت محددة في 6 سنوات. إذا كانت الترقية بالمادة 112 والمتقاعدين من 2003 إلى 2004 2005 بالضبط كانوا تاهما يعني تقاعدوا وكانوا يعني تقيدوا في جداول الترقي بالمادة 112، وكان ترخيص استثنائي. ترخيص استثنائي حتى هما كانوا خصهم يدوزوا استثنائيا، وبما انهم كانوا يعني يتحججون بالسيولة المالية فكانوا تيطبقوا الكوطة اللي بدات التنفيذ ديالها المؤسسة ديالها من 2003. والغريب في الامر ان حتى المتقاعدين واخا مترقين لواحد ديال الترقية ديالهم خارجة منذ اكثر من 3 سنوات طبقوا فيهم الكوطة وتقاعدوا بالسلم التاسع. هذا السلم التاسع اللي دار في طور الانقراض منذ 2003 على اساس انه يعني في 2013 31/12/2013 خاصو يكون يعني يتم يعني يكون في طور الانقراض يكمل، حتى واحد ما يبقى في السلم التاسع من بعد 2013. علاش؟ لانهم كانوا مبرمجين انه في 2014 سيتم يعني اعتماد ترقية اعتماد توظيف بالسلم العاشر. إذا هذا تجاوز وخطأ جسيم حتى الناس اللي كانوا مشرفين سواء الوزير المنتدب آنذاك في وزارة التربية الوطنية، سواء يعني الكاتب العام اللي باقي حتى الآن، سواء مدير الموارد البشرية اللي موجود حتى الآن، خباو عليه هاد اللوائح، خباو عليه هاد اللوائح على الوزير، حتى أنه من وصل بالمظلومية من وصلناها ليه رسميا من قبة البرلمان، وأثناء الإجابة عن الأسئلة الشفوية والكتابية أيضا دائما تيتطرق بان الملف ديال هادو اللي تيتسموا ضحايا النظامين قال لك تم طيه نهائيا. ومن يداروا ضحايا النظامين يعني من تقول ضحايا النظامين الملف اللي يعرفوه بضحايا النظامين اللي كانوا مرتبين في السلم العاشر، طيه طيا نهائيا، رتبوا فيه غير السلم العاشر واللي تقاعدوا بالعاشر. ف بناء على الاقتراحات اللي جابتها النقابات واللي هي خدات الشرعية من اللي كانوا تيمثلوا عنوة وتيهضروا باسم ضحايا النظامين، يعني النقابات خدات منهم يعني المصداقية وخدات منهم يعني المصادقة والموافقة
باش دائما هي تبقى بعيدة عن كل مساءلة تقول لك أنا تلعب دور الوسيط. إذا الغريب في الأمر أن النقابات تعرف أن كاينين ضحايا المادة 112 اللي قاعدوا بالسلم التاسع رغم أنهم كانوا خاصهم يدوزوا السلم العاشر ابتداء من 2003، ورغم ذلك يعني كانوا تقاعدوا وطبقوا فيهم الكوطا وقسوهم لسبب بسيط باش هذيك السيولة المالية الاعتمادات المالية يلا عرفناهم علاش كنا تنستغربوا كيفاش الإدارة وتضرب ما أمكن باش توفر الغلاف المالي، في حين أن وزير المالية هو اللي تيكون تيتضارب على هذا الغلاف المالي على حساب الحسابات الماكرو اقتصادية أو الميكرو اقتصادية إلى آخره، ولكن الإدارة كانت تتضارب ما أمكن باش تقلص من الاعتمادات المالية المخصصة للترقيات، وحتى هذيك اللي تيبقى من الغلاف المالي اللي تيبقى من الترقيات يعني تيحاولوا يوفروا منه وخا على حساب الحقوق ديال يعني بحال هاد السلاليم اللي كانت في طور النقرات وكان المفروض انها يعني تنقرض في 2013 وداروا لها استراتيجية اللي ما كانتش منفذة على ارض الواقع، لان بالنسبة للسلم التاسع من داروا في طور الانقراض ابتداء من 2003 هذاك الشيء علاش عطاوه عفوا داروا الترخيص الاستثنائي الاول لسنا الاستاذ جاتو داروه من 2003 في حدود 4 سنوات، يعني هذه الافواج خاصها تترقى كامله واللي تقاعد منها كان خاصو يدوز اوتوماتيكمون. تلقوهم انهم نكملوا بعد كان المفروض الترخيص الاول كيفاش خاصها كان خاص تدوز الترخيص الاول تيدار من 2003 في حدود 4 سنوات، اذا كان خاص تبدا في 2003 في 2007 تكمل على الاقل تاريخ المفعول المادي يبدا من فاتح يناير 2007، من 2007 يبدا تاريخ المفعول المالي، وتاريخ المفعول الاداري خاصو يبدا لزوما من سنة التقييد في جداول الترقي. خاصك بمجرد أن يخرج الاسم ديالك يورد الاسم ديالك في جداول الترقي وتنشر الأسماء ديال يعني المقيدين في جداول الترقي هذيك السنة كان خاصك تدوز، لأن هذا حق ديالك. وغادي نقولوا علاش، وقلنا بزاف علاش كنقولوا بأن هذا حق مكتسب لا رجعة فيه. إذن وكان خاصهم يكملوا في بداية في لابان ديال الموا 2006، وخاص مباشرة في 2007 خاصو يخرج الترخيص الاستثنائي الثاني باش يبدا التفعيل ديالو الاجراء ديالو باش يمشي حتى هو اللي كانوا فتحوا هذيك الساعة الترخيص الاستثنائي من 2003 من 2007 عفوا الى 31/12/2013، على اساس باش في 2013 كل شيء اللي كان في السلم التاسع يدوز السلم العاشر ما يبقاش شي حاجه شي واحد في السلم العاشر. لقيناهم اش داروا؟ ما خرجوش الترخيص الاستثنائي الثاني في الوقت ديالو اللي هو 2007، ومشاو تيجرجروا في الناس، حتى ان اللي كان المفروض انهم يدوزوا ترقيه استثنائيه فاتوا 10 سنين اللي هي الشرط النظامي، وكاين اللي ما داز على 13 سنة اللي داز للسلم العاشر. 13 سنة اللي داز للسلم العاشر، هادو هما اللي تلقوهم يعني بعد 2019، بعد 2019 بداو تيتقاعدوا اللي هما الأفواج اللي توظفوا من 80 ل 86. إذا هنايا فين كان يعني كانوا ضحايا ديال المادة 112 واللي تقاعدوا منهم خصوصا الأفواج 2003 2004 2005 هادو اللي تقاعدوا وطبقوا فيهم الكوطا وخلاهم تقاعدوا بالسلم التاسع في الوقت أن من حقهم هذيك ترقية استثنائية خاصهم يدوزوا السلم العاشر استثنائيا وبدون كوطا، خصوصا اللي تقاعد ما خصوش طبق فيه الكوطا، ولاو مخلي لنا هاد الفئة ديال الضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة 112. وعلاش 2003 2004 2005؟ لأن هاد السنوات بالضبط
يعني الغاو الامتحان ديال الكفاءة المهنية واعتمدوا فقط صيغة واحدة هي الترقية بالاختيار. إذا من جاو في 2019 السيد الوزير ما وضحوا ليه والو على هذا الملف اللي سموه ديال ضحايا النظامين، هذاك المرسوم ديال 19504 اللي كان فيه السلم السابع الثامن التاسع، هذول اللي خصهم يكونوا. اش داروا هما مين جا حتى الوزير مين جا قال لك انا استغرب ان كاينين شي واحدين باقيين تيهضروا على السلم التاسع، علاش؟ شوف القوالب اللي داروا، هادو اللي باقيين الان من المدير ديال من المدير ديال الموارد البشريه، من الكاتب العام، من النقابات اللي كانت مشاركه وكانت توقعت، كلهم تيعرفوا هاد الضحايا ديال الزنزانه التاسعه. قالوا لي ديال الزنزانه التاسعه ما بقاتش، جابوا لي في الزنزانه التاسعه، جابوا لي المرتبون في السلم التاسع اللي متخرجين الافواج 2003 2012 2013، جابوا لي 4600. هذاك الشيء علاش هو صرح بان ضحايا الزنزانه التاسعه او المرتبون في السلم التاسع، يعني راه هما هذا الملف راه طويناه بصفه نهائيه، وراه حنايا رحنا رقيناهم خلال دفعتين، وغيبقاو يعني 10 حالات او بضع حالات غادية دوز في 2021 وممكن دوزوها في 2020. هنا كان تضليل، هنا كان تضليل بالنسبة للوزير. هاد الشيء علاش السي شاكب بن موسى هادوك خصوصا هادوك اللي تيكونوا تيترأسوا المصالح الإدارية في الترقيات وخصهم يشدوا الطريق شي شوية، يشدوا الطريق ويقولوا لك الحقيقة. هاد الشيء راه قالوه وزير، ومين يجينا عندهم حنا في الموارد البشرية وتنزل هذاك المرسوم، ولا قال لك حنا ماشي حنا ما تنديروا حتى حاجة، هاد المسائل فوق منا حنا تنعرفوا غا التنزيل والأجراء، وهما راه هما اللي داروا هذاك المرسوم، هما اللي قالوا للوزير يعني يعطوه يعني معطيات وحيثيات خاطئة في الوقت اللي غيبوا عليه يعني الناس ضحايا الزنزانة التاسعة، وكاينين اللي باقين مرتبون السلم التاسع في 2019 باقين خدامين وما بينوهمش ليه، توظفوا بالسابع وبالثامن، وكاين اللي تقاعدوا من 2012 2018 من ضحايا الزنزانة التاسعة، تا هما تقاعدوا بالسلم التاسع وتوظفوا بالسابع وتوظفوا بالثامن، وكاين اللي ضارب 36 سنة 37 سنة ما بينوهمش ليه، جابوا لي 4600، قالوا لي هذا الشيء اللي بقى من السلم التاسع لمرتبين السلم التاسع، ولكن خباو عليه. شوف قمة الخبث، خباو عليه كل شيء عالم، كل شيء مصالح إدارية مصالح نقابية كل شيء عالم، وخباو عليه، قال هاد المرتبين السلم التاسع 4600، وما قالوش لي بانهم راه هما اللي تخرجوا الافواج ديال 2012 2013 تخرجوا بالسلم التاسع، اللي من يقدموهم للسيد الوفا 2012 قال لهم ما غندوزش انا هادو يلا تخرجوا بالسلم التاسع، غندوز لي زونسيان، لي زونسيان شكون لي زونسيان؟ لي زونسيان كومباتون صحاب لي سي اف اي، ومن جاء امزازي دوزوا عليه الدكاكه، دوزوا عليه الدكاكه، في حين انهم سهلوا المأمورية، كاين اللي سهلوا المأمورية لهذوك اللي دوزوهم اللي هبطوا لهم التاريخ المرجعي تال 1/1/2016 تال 2016 ودوزوا المتقاعدين، كانوا المتقاعدين ما يدوزوش، كانت علاقات منسوجة وبحينك، داك الشيء علاش دوزوا هذوك المتقاعدين اللي ما كانوش حقهم، ماشي من حقهم يتسالوا، على أي أساس دوزوا هذوك المتقاعدين؟ يلا قول لي علاش، علاش دوزت المتقاعدين؟ علاش دوزتوا المتقاعدين اصلا؟ هادو اللي سميتهم ضحايا النظامين، وفي الاول راه بطات 1/1/2016، علاش بالضبط؟ لان هذاك اللي كان تمايا اللي كان تما وجا فرق كان جا في مهمه باش يقسم هذاك الملف ديال الضحايا، باش يشتت المشمل ويحتفظ غير بهم كمزاولين، ومن شتوه تا هما من كانوا مزاولين في 2016 شديتوا ليه، ومن تقاعدوا ولاو متقاعدين وما تحلش الملف في 2016 وما تحل لانكم كنتوا تحلوه في الاتفاق ديال 25 اكتوبر 2016، مين ما تحلش ليكم حتى 2019 بقيتوا هذاك الشيء باش رجعتوا اعتماد الاثر الرجعي في الوقت اللي كانت يعني وزاره الماليه ترفض الترقيه بالاثر الرجعي،
دخلوا حتى هبطوا ليه كل واحد واحد 2016 وسدوا اللي بقاو البعض تيديروا من شاف الوزير يعني ما بقاش بزاف، جاو قالوا لي راه من 2012 من بدا قال بقاو غير 4 الافواج يعني تا هما ندخلهم، ودخلوهم كفئة أولى في الوقت اللي ماشي هما فئة أولى، هما كانوا مقصيين الفئة الأولى، وردوا ليه 1/1/2016 مزاولون. شوف تهليب تهليب، وهذا الشيء اللي تنقولوا لسي بن موسى باش ما يتعاودش يتكرر الآن، باش ما بغيناش يتكرر الآن، لأن هذه الترقية ديالنا، هذه الترقية ديالنا حنا وحقنا وخصنا ناخذوه. لأنه علاش هما كانوا تيضاربوا في، كنا تنستغربوا كما قلت يوفروا حتى الاعتمادات المالي في هذيك الترقية، داك الشيء اللي تيعطونا في الترقية اللي هو غلاف مالي مخصص الترقية تيبقوا حتى هو يوفروا منه. علاش؟ باش قال لك يستثمروه الاستثمارات الفاشلة بلا ملاير ضربت، بلا ملاير ضربت، لا حاسيب ولا راقي، سرقوا منا احنا الترقيات ديالنا وتستثمروها في مشاريع فاشلة. والآن بما أنكم تقولوا الإصلاح يعني أقريتوا، يعني كاين إقرار صريح بأن كل هذاك الشيء اللي كنتوا تديروا من التقويم من الهيكلي ديال 85، من 85 من النظام الأساسي اللي جاء بعد التقويم الهيكلي، كل شيء هذاك الشيء اللي كنتوا تديروا اللي دار فينا حنا، كنتوا تتسرقوا لينا حقوق ديالنا الترقية ديالنا باش تديروها تستثمروها في مشاريع فاشلة لم تؤتي أكلها، حتى بقات المدرسة العمومية للآن منذ أكثر من 36 سنة وانتم جايين في الفشل وتسرقوا منا احنا الحقوق ديالنا باش باش توفروا اعتمادات مالية من أجل الاستثمار، وكو كانت هذاك الاستثمار غا يؤتي أكله، لم يؤتي لا أكله ولا همه، وحنا ديتوا لنا الحقوق ديالنا والترقية ديالنا. في الاخر جيت تقول لي الكوطة في 2019 مين بديتو يعني ترقوا في المتقاعدين بدلا ما ترقوا الناس اللي سرقتوهم مع سبق الاصرار والترصد في 2003 2004 2005، لوائح ديال الترقية ديالهم كاينة، تقول لهم الغلاف المالي ما كاينش حتى اللي تقاعد تطبق فيه الكوطة. هذا الشيء علاش انا رجعت باش ندافع على حقي، ما غادي نتفكش معاكم نهائيا نهائيا، واخا ندوز ما تبقى من عمري في السجن لا يهمني، لا يهمني، وانا لا ادافع، ما جيتش هنا باش ندافع على بنادم، راكو ما كنتش انا راه صريح، كو ما كنتش انا ضمن هاد الفئة اللي هي يعني تم استهدافها والتعسف في حقها، وخصوصا اللي تقاعدوا بالسلم التاسع وما دون، ما كنتش غادي نهضر ولا ندافع، لاني عارف ان السياسات منذ الثمانينات وهي سياسات تتعاقب علينا لا جدوى من الهضره، لان كل شيء كنا عارفينه لا يهمنا لا سياسه ولا هم يحزنون، كانش ليهمنا لا سياسه لا هم يحزنون، عارفين هذوك اللي كانوا تيناضل باش تيوصل، كي تيوصل تيقول لك راه قلب الكبوط، الا ما قلب لا كبوط لا والو، اي واحد راه منذ الثمانينات اي واحد من تيكون في المعارضه راه تيكون عنده ان ديسكور ديال المعارضه باش يوصل، منين تيوصل راه خاصو يتمتع عليه مع راساتو، وخاصو يولي عنده ان ديسكور اخر، هذه مساله عاديه. داكشي علاش كنا حنا بعدنا شتي من ورا 96 بعدنا من هادشي، لان حتى هادو على من غادي تدافع بعدا، دافع وراه يتقلبوا عليك في اخر المطاف، تمشي كاع في الرجلين كاع ما يعقلوا عليك، والله ما يعقلوا عليك، حنا راه عاشرناهم وعرفناهم، ما كاين قال لي يعقل عليك نهائيا، باغين ياكلوا الشوكه بفم الاخرين، باغيك انت تمشي للهاويه وتمشي وتخسر من جيبك ودير، ما يعقلوا عليك، ما
باغي قال لكم انت دوزت اللي يدوزوه، سير تكرفس انت وخليهم هما يدوزوا، ما يخسر لا ريال لا يديك لا يخليك لا نعاس لا يفكر راسه. وكما كنتش انا يعني ضمن هذه الفئة وتندافع على راسي، والله ما نهضر، والله ما نهضر. علاش نهضر؟ علاه من غندافع؟ لكن من جيت ولقيت هذا الظلم ديال ضحايا النظامين، خصوصا السلم التاسع، الناس اللي كانوا الحقوق ديالهم مهضومة حيدوهم، وهذوك اللي كلوا الحقوق ديالنا، اللي سرقوها، اللي قرصنوها، دايزين كتر من 4 المرات، ومرجعينهم مرقينهم، مرجعينهم دايرين ليهم لجان باقي تهضروا عليهم، وباقي تال اللي ما كملش الشرط النظامي، كاين اللي عنده 2 عامين، دايز في 2010 2012 درتي ضحية، بغيتي نسكت؟ الله ما نسكت ليكم نهائيا، الله ما نستسلم. هذاك الشيء علاش انا يوميا معاكم نهائيا، ناخذوا الحقوق ديالنا وغادي ناخذوها، اما ناخذوها لو واخا ندوز ما تبقى من عمري في السجن، ما غندوزوش لانني زعما ندافع على شي حد، لاني صاحب حق. مرة ما كاينش شي واحد اللي يستحق انك تدافع عليه ولا تحرق الاعصاب ديالك عليه، كاينش. هادو اللي كانوا دول كاين اللي كانوا اللي كانوا في 2016 قال لك هو 2021 غادي نكون واحد، تيقول لي الشوافه، هادوك اللي كانوا تيطبلوني زمروا اللي توصلوه، هما اللي الان دركا جالسين تنتقدوا فيهم. علاش تنتقدهم؟ وصلوا، وصل شد لو بوار، وصلتهم صبار 5 سنين اللي داروا اسمن وعسل، دوكا رجعتو تاني باش تهم يهيئوا راسهم، راه حنايا ضد هادو وما هادو. هذاك النهار كنتو معاهم توصلتهم، دركا وليتو ضدهم باش تهيئوا راسكم ديروا داك يعني عجلة السكور ولا شو يقولوا لها. ديال ديباناج ما يمكنش باش نتوما زعما كاين تاني بداو داك، هادوك راه كانوا مزيانين تيدفعوا على داك باش توجدوا تاني 2026 كيما بداو المؤثرين، بداو مال داك باش يستقطبوا ليهم بنادم طيحوا كلشي في الشبكه، شي طاح وشي بقى. اذا داكشي اللي كاين دابا داك منطقي، هادشي مثلا من تقول انت وحدين تيجيب مرتو تجيب راجل عاد تجيب هادو، راه كلهم كانوا تيجيبوا صحابهم ويجيبوا داك، وجابوا الناس كاع اللي كانوا في الديبار فولونتير وما كانش من حقهم، ودخلوهم الخزين العام ما بغاش يخلصهم، وداروا تخلصوا وداروا عادي، كل واحد غادي يجيب الناس اللي تيطيق فيهم اللي يخدم معاهم باش يهبط هذاك البرنامج ديالو ضروري عادي. المسائل حنا فاهمينها وفاهمين الام داك، ما تنبغوش كاع ندخلوا فيها، لكن هذه المسائل ديالنا حنا ما غادي نوضش عليكم نهائيا، اشدوا الطريق. ما راه ما كاينش عليه من كاينش معاه من وما كاينش عليه من تسلم كاع، اصلا دخلنا معاهم وعرفنا ما كاينش اللي يستحق، كاين غير الخوانه، كاين غير اللي يبيعك في اخر في اول فيراج اي لوحه يركلك، وصوليين تقائيين قدروش تاكلوا حنا الشوك بفمنا حنا نهائيا، وما كنتش ضمن تنضرب على حقي انا الاول بل ما تنضرب على حق الاخرين، والله ما نخرج. كاينش اللي يستحق اصاحبي، يستحقوا هو يعرفوك تتموت، تسلفوا نتكلفوا نشوف باش نعالجوا الام، وتنعالجوا في هذه الامور فعلا، لان يعني مجبر اخاك لا بطل، والله ما يستحقو كاين شي كنانة ما يستحقو، ولكن حقي ما عمرني تنفرط فيه، الله يوخن نتسلف ونتكلف ونبقى امين، وانا جالس ضحيت بخدمتي اكثر من 4000 درهم كنت نجيبها في الشهر، ضحيت بيها وضحيت بهذا الشيء اللي باقي ليا، ونضحي تاني حتى النهار نموت، والله واخا ندوز ما تبقى من العمر ديالي في السجن، ولكن حقي نشدو ولا نمشو نرتاحو. يلا تبارك الله عليكم.
نديرو تاني شي فيديو طول هذا. يلا تبارك الله عليكم.